مرحبا، معكم عارين رناوي مصورة فلسطينية. اليوم رح أحكي لكم عن تجربتي مع الترانسبورتر. أنا بصراحة من عشاق الفولفاجن ومن عشاق الترانسبورتر. حبيت أعمل فكرة جديدة بما أني بحب هذا النوع من أنواع السيارات، قلت بدل ما أعمل مكتبي جوا عمارة بعمله جوا سيارة. الخطوة الأولى كانت أولاً بالميكانيك، بلشنا نغير مطور، نغير جير، نغير كتير تفاصيل في الميكانيكا تبعت هاي السيارة الترانسبورتر. خلصنا من ميكانيك، بعدين دهان، بعدين بلشنا نعمل في الديكورات الداخلية. زي ما انتم شايفين بدنا نعمل استوديو جوا سيارة. هي طبعا الشركة المتحدة قدموا لي صيانة بشكل دوري وبشكل دائم لهاي السيارة كنوع من أنواع الدعم وكنوع من أنواع التقدير إني أنا اخترت هذا النوع من أنواع السيارة. وهلأ بين الماضي والحاضر جابوا لي الشركة المتحدة الترانسبورتر الجديدة، خلينا نجربها مع بعض. رجعنا جربنا السيارة، ما بدي أحكي لكم قديش التجربة كانت متينة، كانت قوية، كانت فخمة. أنا أجدد عهدي وانتمائي لشركة فولكسفاجن جروب. ترانسبورتر القديم والجديد هو هو. بالنسبة لي من أهم مميزات هاي السيارة أنها بتوسع كل عدتي، بحط كاميرات قد ما بدي، بحط العدة اللي بدي إياها، بوصلكم بالإيفنت على الوقت بالضبط. السيارة متينة وبتفش القلب. وهلأ وصلنا لفقرة التقييم، وأنا بالنسبة إلي بعد تجربتي لهيك سيارة بقيم السيارة إنها قوية، سريعة، وسيعة، عملية ومريحة. كل عام وانتم بخير.